هذا هو البوني اللي غادي نعمله ان شاء الله، وربي يعاوننا ان شاء الله نخرجوه مزيان. ولا بغيتو تعملوه بشي كولوريس اخرين، يعني كل بيسه تعملوا لها الكولور ديالها يجيكم مزيان. السلام عليكم حبوباتي، كيف نتوما لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم غادي نعمل لكم واحد التربان ديال الراس مكتوب القطيفه، باش تشوفوا كيفاش داير. غادي نحتاجو 50 في العرض ديالو، غادي نحتاجو 50 سنتيم، وفي الطول هكا غادي نحتاجو 25. 50 سنتيم كنتنيوها على 4، غيجي من هنايا، من هنا غيجي مشدود، ومن هنا الجهة ديال القبة الأمام من هنايا غادي يجي تاهو مشدود. هاهو كيف كتشوف. دابا نشبرو، غادي نعملو ديك 25 سنتيم اللي عندنا هنايا. ساهل، يمكن كل وحدة تعمل بحالو. ونعملو هنايا عاوتاني 25، هاهي عندي مشردة كتشوفوها، 25 25 25. كنتراسيو هكدا بالتيسا ونقطعو. هاو كيف كيجي، بحال نصف دائرة، ربع دائرة، ماشي نصف دائرة. ملي كنفتحو نقلبو بعدا على الوجه ديالو هكدا. شبرو فنايت باش ميزهقنا شي التوب. دابا غادي نبداو نخيطو، كتشوفو هاد الدائرة كاملة هادي، غادي نخيطوها، نجبرو الخيط اللي برا وغادي نخيطوها. شوفو كيفاش غير هكدا بحال اللي كنكرشو التوب. بلا ما نطول عليكم، انا غادي نوقف شويه الكاميرا حتى نكمل هادي ونشوفو كيفاش غادي تجي. ها هو انا ساليت حتى الاخر، دابا غادي نزولو هاد الفنايت هادو، هادو نزولوهم ونجمعو هاد الخيط اللي خيطنا به، نجمعوه كامل هكا. هكا هكا كلشي نكرشو هكا. نشبروه مع الجهة الأخرى، تبغليت الجهة تغليطة شوية. نغ
غرزو هكا. تشوفوا كيفاش كتعرفوا كنظن هكذا. وانفيني كلشي هذه اللي بقتنا هنايا حلوله. شوفوا يدي فين هو. غنشدوها مع بعضياتها كامله، ولكن زيروا شويه يدكم، خص يكون الخيط صحيح شويه باش ما يتقطعش. هيا دخلت هادي داخل باش ما تبقاش تبان لينا. نخلي واحد الموطا ستيت ومن ندخلو ديك ليزيستراس لي عندنا باش نزوقه باش ما يجيش يحسني هكذا. هاو دابا غادي نجيبو شي لي سيستراس، ولا الا بغيتي تعمل هنايا بابيون، ولا واحد شي فلورة هنايا فهاد الموطا هذا اللي مكرش. كنظن كيبان مزيان واقيلا ملي واخا كحال كيبان، ولا عرفتي كيبان مزيان ولا لا. المهم هكدا خصك شوفو. انا نجيب شي نعدل واحد الزواق هنايا وتشوفوا معايا. دابا انا بغيت نعمل هاد الزواقه هادي هنايا. تعملوا اللي بغيتوا، بغيتوا تعملوا واحد البابيون هنايا ولا شي فلورا شي ورده هكذا. غادي نغرزو هنايا الخيط اللي برا. نبدو تاني الخيط، نمشيو نعملو الجهة الأخرى هكدا. نعملو الخيط من داخل هنا باش تحسن. المهم كل واحد نوع ما تكون الطريقة ديال الفصالة، وانتوما كل واحدة كتعرف كيفاش تزوق على حسب اللي بغات هي. صافي نجي نغرز هنايا.
هو البوني ديالنا واجد. يعني ها الزوق اللي عملت شفتي، شفتي على لي ستريس اللي عملت، يعني غادي يجي مزيون في الراس اللبسه ديالو. كنظن فهمتوا الطريقه مزيان. ان شاء الله تعرفوا كيفاش تعملوا، بغيتوا تعملوا باي ثوب. دابا هذاك الحال ما كيبانش ديك، حتى التكريج ديالو ما كيبانش مزيان. التكريج هذا اللي جا هنا كيبانش واقيلا مزيان في الكاميرا، ولا شوفوا ما كيبان شويه على حسب القايده هنايا وتضرب القايده هذيك. هكذا كنكونوا كملنا البوني ديالنا اللي غنحتاجو شي فرح، ولا اللي بغات تعملوا في مناسبات تعملوا، بغات تعملوا غير شي وحده غير في دارها تعملوا اللي بغيتي. كاين اللي بغات تعملوا تحت شي شال، يعني كيتحتاج بزاف في الشتاء. صافي، والسلام عليكم، ومره اخرى ان شاء الله نقدمكم شي جديد يكون حتى هو مزيان. الا بغيتوا طريقه اخرى ديال شي بنيات بحال هادو، كاينين بزاف ديال الطرق. الا بغيتوا شي حاجه قولوا لي في الكومونتير ونعمل لكم ان شاء الله. يلا بسلامه، تبقوا على خير.